اهلا وسهلا ومرحبا بكم اصدقائي ومتابعينا الكرام في فيديو جديد واخبار جديده تخص ابطال مسلسل ظهور الدم، حيث هناك اخبار تتداول على ان زبده جلبت المخرجه ريحان بكار كمخرجه جديده لسلسله ظهور الدم، والعديد من الفانز شعروا بالسعاده وقالوا بانهم ياملون ان تاتي الى السلسله، لان هذه المخرجه معروفه جدا ومشهوره باعمال ناجحه وفي نفس الوقت قاسيه للغايه. كما أيضا أصدقائي لاحظ فانز الدلبر أن الموسم الأول لم يكن فيه لا ترويج ولا ترند ولا مقابلات ولا جوائز، وكان ناجح والحلقة تصل في يوم واحد لمليون، ولكن للأسف الموسم الثاني صار كلهم يبحثون على الترند، وهذا ما جعل من المسلسل يتخذ اتجاه آخر، والفانز انقسموا كأن باريش ويغمور منافسين لبعضهم البعض وأعداء وليسوا أبطال في نفس المسلسل. نتمنى أن يتم التخلص من هذه المهزلة عن قريب، وبصراحة الفانز مع حق، لأن الجزء الأول الفانز كانوا يدعمون المسلسل يعني طول الوقت وهم يدعمون الدلبر، أما الآن أصبح كل فانز يهاجم الثاني بشكل غير لائق، وخصوصا الفانز العربي لدرجة أصبحوا لا يتذكرون أننا عرب ويجب أن نوصل صورة جميلة عن العرب. كما أيضا أصدقائي اليوم كانت حملة دعم ليغمور وباريش باكتاش تحت اسم يعني هاشتاج نحبك يا يغمور يكسل نحبك باريش باكتاش، وتلقوا الكثير من الدعم من معجبيهم، ويغمور شكرت الفانز في تغريدة وقالت أحبكم أيضا يا عائلتي العزيزة، أنا سعيدة لأن مساراتنا عبرت ولكم جزيل الشكر. وباريش أيضا نفس الشيء نزل تغريدة يشكر الفانز وقال حضوركم يزيدني قوة ويسعدني وجودكم وأنا أحبكم أيضا. يعني أصدقائي تم تقديم حملة دعم من معجبيهم، كانت حملة قوية جدا، لديهم جمهور يحبهم ويدعمهم دائما رغم كل شيء. واليوم أيضا هم سويا كانوا ترند، لأن الفانز الحقيقي اليوم قالوا الموضوع زاد عن حده. المهم أصدقائي أتمنى أن نتخلص من كل هذه الفوضى وألا نلوم أحد وأن يصبح كل شيء على ما يرام، ونتمنى لهم التوفيق والنجاح سواء في حياتهم الشخصية أو المهنية. وإلى هنا نصل إلى نهاية الفيديو، وإلى اللقاء، وموعدنا إن شاء الله دائما يتجدد في فيديو جديد وأخبار جديدة. مع السلامة.